ايه يعني المفهوم الاساسي في الموضوع اللي عاوز توصله من خلال الباحثين او الناقدين لموضوع الكتاب المقدس؟ يعني القصد يعني ايش هن، انه في باحثين وفي ناقدين، وكثير مثل ما ذكرت في الماضي انه كثير من الباحثين اكاديميا مخلصين يعني بحاولوا يثبتوا، الى ان يعني مثلا بتعرف في بلادنا دائما بيعملوا حفريات وبيكتشفوا كل شوي بيكتشفوا حاجه اللي هي بتاكد ما مذكور في كلمه الله في الكتاب المقدس. يعني عمليا احنا هذا اللي عم نعمله اسا، عم نستعرض يعني يا جماعه شوفوا شو موجود، شو اكتشف، وشوفوا شو مكتوب عنا وما تغيرش المكتوب عنا. فعم نقارن ومنقول يعني كل واحد إن كان بدي يقارن بهذا المنظار، منظار يعني واقعي، يحاول يكون يعني صادق مع نفسه ويقارن ويشوف هل إحنا يعني عم نخبي شغلات ولا إحنا بالفعل يعني عم نقدم الموضوع كيف لازم عم نوضح. طيب أنا كمان إذا فهمت سؤالك يعني سامعني. أيوة أنا سامعك أخ مكرم، انه يعني الفكره يعني انا حبيت فكره كما قال احدهم دع الاسد يدافع عن نفسه، هي كلمه الله بتدافع عن نفسها، ولكن بسبب التشكيك والهجوم يعني في براهين كثيره، في ادله تاريخيه، ادله من الحفريات، ادله من الجغرافيا، ادله من الاسماء والكتابات والنقوش اللي اكتشفت في الأماكن عينها يعني في المنطقة نفسها. وهذا إن دل على شيء بدل إنه الكتاب المقدس اللي بين إيدينا هو كتاب صحيح، أليس كذلك؟ صحيح تماما، وإحنا عم نتطلع عليه بكل وقار وعم نشوف المقابلات الرائعة. بس إحنا منقول يعني خلينا أقولها بشكل هيك حب يعني للناس اللي بيهاجموا، ويعني بقول لهم بس هيك بكلمة، لا تطنيش ولا تهميش. يعني مش أنه تقول أنه هذا مش موجود ولا تقول أنه هذا مش مهم، هذا الموضوع مهم. إن كان إحنا عم نفحصه ونبحثه قدامك، خده بكل احترام واتطلع عليه حقيقي عم نفحص ولا عم نغطي يعني الحابل بالنابل، أو نغطي الأمورك مع بعض، نخلط الأمور. شوف شو يعني، تابعنا وشوف شو عم نعمل.